خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى أن الانتخابات كانت موضع إشادة على المستوى الإقليمي والدولي. الحمد لله أن البحرين اتخذت فعلا خطوات جادة وفاعلة لوضع تلك المبادئ والحقوق موضع التنفيذ وكفالة فعلا تمتع الفرد فيها بما يضمن التوسع في الصلاحيات النيابية. حقيقة احنا لمسنا حتى من الانتخابات التي حدثت مؤخرا كيف كانت موضع إشادة على المستوى الإقليمي والدولي في عدة أمور، منها ارتفاع نسبة المشاركة، تحقيق مراكز متقدمة للمرأة ورئاسة المرأة أيضا للسلطة التشريعية في الجانب الغرفة المنتخبة. فالحمد لله، بالإضافة إن البحرين استطاعت يعني أن تحرز عدد من العضويات في الهيئات الدولية، نظرا فعلا لأن البحرين قاعدة تتخذ خطوات جادة في مجال إن هي تكون تواكب الشأن على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي.